وصل صوتك. مرحبا حدانا بالأمين العام لنداء تونس سيد محسن مرزوق. مرحبا, أهلا وسهلا. أهلا وسهلا, مرحبا بك. باش نبدأ بنهار سبت, قيادات ندائية هبطت لحماية مظاهرة أو مسيرة للمعارضة أو للمعارضات, رغم أنكم في تصريحاتكم الكل ضد التظاهر باعتبار أنه جي في ظل تهديدات أمنية تقول عليها وزارة الداخلية, وأيضا في ظل حالة الطوارئ. أحمد صديق البارح قال في ميدي شو هذه نقطة تسجل لصالحكم, أما سؤالي مش كأنكم أعطيتوا قيمة أكثر من حجم الحشد الجماهيري اللي صار نهار السبت, أعطيتوا قيمة للمعارضة للتحركات المعارضة أكثر من التقديرات متاع 1500 800 2500, قيمة أكثر منه. أول حاجة احنا ما هبطناش باش نحميو المظاهرة, المظاهرة تحمي فيها وزارة الداخلية ورجال الأمن متاعنا اللي نجلهم التحية, ورجال ونساء أمنا نجلهم التحية مرة أخرى. احنا هبطنا لسبب سيدي ياسر, مش كل معناها أربعة ولا خمسة, معناها وفد مهم معناها فيه من النواب هبطوا, من نواب الحركة هبطوا باش يشوفوا أنه كان ثم برشا كلام على أنه الحقوق الدستورية مهضومة, باش يقول واحنا باعتبارنا الحزب الأول في البلاد احنا أيضا ضمانا من ضمانات الحقوق والحريات الدستورية. وهبطنا لعيد المكان باش نشوفوا. ثم قدوا ضد التظاهر. لا, احنا بشكل عام قلنا أنا أول حاجة نداء تونس ما عمل حتى موقف رسمي حول هذا الموضوع. أنا تسألت في راديو من راديوات وقت واحد قاعد يتكلم يقول مش نحرق البلاد, قلت أنا راه هو تحرق البلاد في حقه في حالة الطوارئ ما يجيش, وأنصحك ما تفكرش في الموضوع خاطر الواحد يجمع حق حوايجه, يجيب مش حرق حاجة من الحوايج مش باهي. أما ما قلناش بالنسبة كي وصلت الأمور ولات أنه القضية هذه قضية رئيسية لازم نتظاهروا, وكما تظهرناش راي اللي صارت الثورة المضادة, وكما تظهرناش ما صار, قلنا ما فيها بس, عملنا بيان دعينا الحكومة أنه تخلي الناس الظهر, رغم اللي احنا نعرفه أنه في حالة طوالي كي ثم ألف بوليس يتنحى من البلاصة نتاعه باش يحمي مظاهرة, راهو يتنحى من مناطق يعز فيها الإرهابيين ويعز فيها العمل الإرهابي. وكانت النداء متوجه للخيام في المعارضة أنهم هم وحدهم يفهموا أهمية هذا الموضوع, كي هما أصروا أنهم لازم يهبطوا في الشارع. أنا ما يهمنيش عدد 500 600 700 100, هذا يدعو للتواضع طبعا فيما بعد, يدعو للناس أن تعرف أنه راهو التحشيد في الشارع ما يؤدي لحتى شيء, وكشفنا بنتيج تو. المهم أن احنا كنداء تونس قمنا بدورنا, أن احنا أول شيء ما خليناش الأمور توصل إلى مواجهات, ثاني شيء مشينا بنفسنا لضمان أن الحق الدستورية مضمونة. الآن بعد ما صار التظاهر وعدد المتظاهرين وإلى آخره, الآن يبقى أن نحن نتحثوا في الصحيح, هذا مشروع قانون مطروح, اللي عنده تعديل يتفضل يقدم تعديل. أنا جايك, أما شو تعليقك محسن مرزوق على اللخبطة اللي صارت في السماح بأن المظاهرة هذه تصير نهار السبت, لأنه وزارة الداخلية ولا الحكومة ولا رضخت لضغط إعلامي طيلة أسبوع من المعارضة حتى للعشية, راهو حتى للخمسة متاع العشية ولا الأربعة متاع العشية وزير الداخلية يقول ما فماش, مانيش باش نسمحوا بالمظاهرة. في النهاية ما فماش سماح رسمي, فماش ترخيص رسمي تعطى موافقة رسمية تعطى لتنظيم المسيرة هذه. وزير الداخلية قاعد وحده في ظل سماح بعد لقاء بين حمل همامي مع رئيس الجمهورية ومع رئيس الحكومة, سمحوا له فيربال شفويا, وزير الداخلية قاعد معلق. ما تصورش رايك في الوضعية هذه. أول حاجة هو معناها طبعا في حكومة فيها رئيس حكومة, وأنا أتصور أنه معناها صار حديث على أساس أنه رغم القانون ما يسمحش أنه تصير المظاهرة هذه, ولكن الإلحاح متاع قوى كبيرة معروفة ومعروفة بتعقلها ولكن جد تصحيح, ولات الحكاية كأنه هذا قانون الطوارئ عملناه احنا ورجعنا للغة تقريبا, كانوا الإرهاب احنا اخترعناه والثمش كون اخترعوا والإرهاب ما ثماش, ولذلك هذه حجة أنه معناها بيجب تنظيم مظاهرات في ظل الإرهاب مش لازم منها, ورجعنا نسمع في الكلام هذا الكل اللي أنا بصراحة نعتبره كلام غير مسؤول. ولكن في بعض الأحيان السلوك غير المسؤول يلزمك تتعامل معه بمسؤولية, واحنا تعاملنا بمسؤولية, وفي النهاية الناس اللي قالت أن هي مش تحشد الشارع ومش تعمل ثورة ثانية, هل استطاعت فعلا أنها تحشد الشارع وتعمل ثورة ثانية؟ صارت المظاهرة فيها 800 ألف شخص. أنا تعليقي لها منطق العدد مهم في السياسة, هذا اللي نظم المظاهرة هما يلزمهم يجاوبوا عليه. بالنسبة لنا حتى 100 شخص فيهم شخصيات وطنية مهمة عندهم ملاحظات, أنا مسألة مهمة بالنسبة لي, العدد مش مهم, ثم العدد عنده أهمية ليهم هما باش ياخذوا هما الاستنتاجات الكافية منه, مش أكثر تواضع يمكن ومعاشر استراتيجية
شفنا بعض الزعماء يسيحوا وراء مش نعمل ثورة ثانية، يراجعوا الموضوع. بالنسبة لنا احنا كلام تاعهم في كل حالات مهم على مستوى النوى، وذاك علاش نحب نجدد احترامي للقيادة السياسية طبعا اللي ظهرت في إطار الخطاب المسؤول، وفي نفس الوقت أنه كل التعديلات اللي مش اقترحها القانون راه هو مشروع قانون مسموح بها وضرورية، وثم حوار حول هذا المشروع، وفي قبة البرلمان مش يصير حوله حوار باعتبار ما ثم شيء يزر مش مسيرش اليوم الحكاية يظهر لي في نوفمبر ديسمبر. أنا جيك منجي الرحوي قال البيجي قسم التوانسة بتقديم مشروع المصالحة الاقتصادي. منها نعتقد أنه هذه تسرع في الحديث، لأنه الرئيس الجمهورية اقترح مشروع قانون ومزالوا جماعة يقولوا قسمهم بالقانون هو مشروع قانون ومطروح للبرلمان، واعتقد أنه هذا المشروع لو كان ثم شوية تعقل برشا ناس ما قرهوش عاملين هالحيث السياح معناها السعيته وشهود هذه بحث خنفود معناها ما قرهوش. جيت تشوف انت الموضوع في الوسط نتاعه شنو معناها، خرجوا ناس سمحني تقريبا ما قرهوش ولا قالوا كلام مش صحيح للناس، قالوا راهو هذا مش يبيض الفاسدين، هذا مشروع يقول كل واحد اخذ فلوس يجب يرجعهم وثم عقوبه تخطيئ على الفوائد وسنويه، هذه راهو تسمى السيد هذا عقبناه مثلا 5% وعقبناه ورجع الفلوس. شنو تحب الناس؟ ثم الناس الظاهر وتحت وتحت شعار مانيش مسامح، يعني انا مانيش فاهم كيفاش ناس تلزم تلتقي حول شعار سامحني اللي هو انا مانيش مسامح، يعني انا ما عنديش اخلاق التسامح. اول حاجه هو ما ثمش سماح، طالما السيد اخذ فلوس رجعناهم له، ثم كيفاش واحد يسمح الروح ويقول انا ما نسامحش او انا ما ثمش عفو؟ الدوله كل نهار تعمل في العفو وتعمل في هذوما للصلح سواء كان الديوانه ولا غيره، ثماش حاجه في القانون تقول انه ثم واحد عمل حاجه الشيء الوحيد ما ثماش حبس، كان رجع الفلوس وعملت خطيه ما ثماش حبس، تحبوا نعملوا الحبس وما يجوش الفلوس هذا موضوع اخر. الهدف نتاعنا هو حط الناس في الحبس خاصه في مسائل اقتصاديه لا فيها لا تعذيب لا انتهاكه حق انسان لا فيها اغتصاب لا فيها غيره. محسن مرزوق كان نتسائل ويتسائلوا برشا ناس ويتسائل احمد صديق قيادي في الجبهة الشعبية، علاش ما فما حتى رجل قانون معروف عنده نوتوريتي كيما عياض بن عاشور مثلا ما خرج يدافع على هذا المشروع، مشروع رئيس الجمهورية المصالحة الاقتصادية؟ والله انا شفت بكل مزاروا السيد رئيس الجمهورية وقالوا حتى حد ما خرج يدافع عليه. والله تو اذا كان هذا هو الموضوع معناها نتاعهم انه يخرج يدافع عليه، اعتقد انه نجم ننظموا حاجه كيما على الاقل على دستوريته. لا هم كلهم جاوا اكدوا دستوريته ورجال القانون الكبار الكل، وهذه فكره نقطه مهمه ياسر مادام سي صديق طالب بها، فاعتقد انه يمكن احنا نكلموهم ونطلبوا منهم اذا كان ثم ممكن تدعيوهم انتم مثلا في مزايد مرحبا بهم استدعوهم ادعيوهم واسالوهم، وانا اكيد مش يجاوبوكم يقولوا لهم كما قالوا للسيد رئيس الجمهوريه راهو انه هذا قانون دستوري. عياض بن عاشور قال رئيس الجمهوريه وفق روايه رئيس الجمهوريه انه هذا القانون وهذا مشروع قانون دستوري. انا يعني اكد لك انه هذا ما صار ما تم فعلا، واذا كان المساله كاين ادعوك معناها في هالحصه المتميزه تستدعيهم واكيد مش يقول لك نفس الكلام هذا. تقول سي محسن مرزوق ما ضر معارضي المشروع لو قدموا تعديلات في البرلمان. يقول احمد صديق ديما نرجع ريفيرونس البارح كان في ميدي شو انه الجبهه تتمسك بسحبه وتغييره برمته، لانه في الحاله انه يتم تعديله يقول هو اذا كان مش عادله في مجلس النواب باش تعادله بكله باش يتبدل، ففي الوضعيه هذه الهيئه الوقتيه المراقبه دستوريه القوانين سترفضه كما رفضت قانون المجلس الاعلى للقضاء، فيقول تسحبوا رئاسه الجمهوريه وهي اللي تعادله. حد خليه ما اذا كان هو مش ترفضه معناها اللجنه هذه خليها ترفضه، هو اذا كان هو متاكد معناها سي احمد الصديق اذا هو عنده تاكيد انه في وسط البرلمان ثم اليات لرفض القانون اذا هو يعتبره قانون غلط، علاش ماشي الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه القوانين اللي هي تقوم مقام محكمه دستوريه؟ خلاص اذا كان تعدى على الهيئه هذيك واذا كان هو معناها كلامه صحيح مش تصير اذا ثم هيئات تعديليه في البلاد، علاش مش نعملوا ثوره ثانيه في البلاد ومش شعر البلاد؟ اذا خليه الامور تمشي في البرلمان نعديه على الهيئه هذه. شنو اللي يضر رئيس الجمهوريه لو كان تسحب المشروع تعدله بعد التشاور مع هالرافضين ولا اهم الرافضين على الاقل تعتبروهم انتم عاقلين؟ وعلاش هاو في البرلمان والناس كل مثله في البرلمان؟ وعلاش انتوا ما تسحبوش؟ ما يسحبوش يا سيد، تعدى هو تعدى مشى تخلي في البايب لاين في وسط البرلمان. فما معارضة عليه تقول هذه معارضة محترمة، هذا رأي يسمع، أنت قلت هذا رأي يسمع ويحترم. ايش عم سيد؟ تو سمحت نرجعوه للرئاسة نعدوه. علاش نرجع فيه؟ احنا تو عداه عطاه مشروع هو كيف باش تحكم عليه؟ تعدى البرلمان عنده ملاحظات، احنا مو فاتحين الملاحظات، بوثر لجنة. لجنة التشريع العام باش ننظر فيه ولا؟ نعم. في اللجنة هذه يعطيو مقترحاتهم الكل. علاش ترجع في رئاسة الجمهورية وتورج الجمهورية تعمل في حوار سياسي معنا؟ هاو عندك انت وعمل المشروع هبط المجلس فوس المجلس تم حوار حوله
وحتى السياسيين نجموا قابل الاحزاب. احنا اليوم 7 نتاع العشيه عندنا لقاء نتاع الاحزاب الاربعه المشكل الحكومه، الحوار حول المشروع نتاع المصالحه، مشروع قانون المصالحه. رئيس الجمهوريه قالت انا اعطيته للبرلمان اللي هو فيه سلطه الشعب واللي فيه الاحزاب متمثله، الاحزاب تناقشوا والنواب يناقشوا داخل المجلس. وكان في منطق الربح والخساره، في منطق الربح والخساره السياسيه، معناها لا انا ما نسحبش والاخر يقول لا اطالب بالسحب، معناها الناس كل تحب تربح منهم، تحب الاخر يتنازل. سمحني، احنا علاش عملنا ديمقراطيه؟ علاش خرجنا من قانون؟ علاش البشريه خرجت من قانون الغاب اللي سيد يظهر منه ونمر يظهر منه وغورلا طايح من غادي ويجيك فيه من هكا؟ علاش عملناه احنا هذا؟ عملنا باش نخرجوا من عالم الغاب الى عالم المؤسسات، وبعد عملنا الديمقراطيه نحينا مستبد. في الديمقراطيه ايش عملوا الناس؟ كيفاش تاخذ القرارات؟ تاخذ القرارات بتفويض من اغلبيه الشعبيه، من الشعب. يخرجوا الناس يعملوا انتخابات، ينتخبوا برلمان، والبرلمان يصير فيه نقاشات. احنا عملناه الحمد لله العمليه هذه، يظل في اكتوبر 2014، وعملنا برلمان جات الناس ممثله فيه. البرلمان هذا هو المكان اللي تاخذ فيه القرارات. تخرج الشارع باش تعمل ضغط من حقك في الديمقراطيات، ولكن ما تجيبش تقول لي انا ما عجبنيش بطلت واسحب. انت ساعه تمثل طرف سياسي عنده ناس، عنده نسبه، النسبه نتاعك محترمه مانيش في عدد، انا قلت اكدت لك عدد مش مهم. يا سيدي ناخذ النوعيه. تفضل نحكي، والقانون مشى تخلل في البايبلاين نتاع مجلس النواب، الان هاتوا مقترحاتكم وجه نتناقشوا فيه. اذا كان ثم لجنه باش ترفضوا، ها عندك انت اذا امكانيه لازم باش ترفضوا، علاش اذا انت تقول اسحبوا مهما كانت الظروف؟ مش من حق اي واحد ما يعجبوش قانون يقول لك اسحبوا، وغدوه زاد قانون واحد اخر يجوا ناس اخرين ما يحبوش يقول لك اسحبوا، ونبداو نسحبوا اسحب 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 اسحب، نسكروه البرلمان وفتح كي. كمال مرجان البارح قال في ميدي شو ايضا، قال ما ندافعش على مشروع المصالحه الاقتصاديه وقت اللي هو في الواقع هو مشروع مقصودين به في المصالحه تجاوزات ارتكبت في نظام كمال مرجان كجزء منه. يقول انا ما ندافعش عليه. السبب اللي اعطاه قال مش في دخل برشا فلوس، دونك هل هالجوجمة اللي تخلقت الجدل اللي تخلق هذا الكل، قال على 500 مليار، نص مليار دينار، 500 مليون دينار، كيفاش يفهم؟ اما بالتونسي بالدارجة 500 مليار. اعتبر انه رقم ضعيف ما يستاهلش انه واحد يعمل عليه الجدل هذا الكل. انا ما نعرفش كيفاش حسبها الحسبة هذه يا سي كمال مرجان، ما انا ما حسبتهاش حسبها كيما كاين، وما نعرفش من عنده القدره هذه على الحساب هذا. قال سالت الناس تعرف خبراء، الناس قالوا لا اذا كانت وشو الساعه القانون ثم حاجه نسوا فيه الناس ولا ميسي دو شونج اللي هي مكوناته حد معك عليه هذا. الناس كنت تحكي كان على الجانب الاخر تاع العمل الاداريين ولا غيره، واحنا مقترحين في ريدا تونس نزيدوا حاجه اخرى، نزيدوا زاده انه ثم صرح مع الناس اللي عندهم كاش. الكاش هذا اللي هو كاش تونسي لكن خارج التداولات البنكيه، بعض الخبراء يقدروه حتى 10. هذا تعديل، احنا عندنا تعديلات، احنا مقترحين اسمه زاد يولي قانون الصلح وتنميه المناطق المحرومه، اللي هو الاصل نتاع المشروع. المشروع شنو اسمه؟ شنو الاصل فيه؟ رجع الفلوس باش نمشي لتنميه المناطق يعني الاسم كلمه مصالحه يمكن غلط برشا ناس، خاطر الناس تحكي المصالحه السياسيه. المصالحه السياسيه وقعت راهي خلاص انتهينا. المصالحه السياسيه مادام صارت الانتخابات الرئاسيه في الدور الاول والناس كلها تحط مع بعضها، موسي مصف مرزوق وسي حمل همامي وسي مودر الزنيدي وسي عبد الحميد وحكمة النهضة مع نيدا تونس وسي كمال مرجان احنا توفي قاعدين في وضعية معنا بوست مصالحة، ما بعد المصالحة في التنفيذ. لذلك من التغييرات اللي احنا مقترحين قضية هذه الصلح على الأموال هذه يجيب برشا فلوس. المغرب كعامه لم نسيد الشوش. قداش سي محسن مرزوق؟ ها سؤال التوانسه يقول لك قداش توقعاتكم؟ تو مثلا انت اخي التوانسه يعرفوا بدقه قداش معنا حجم الاموال نتاع التوانسه في الخارجه؟ ما يعرفوش. انتم ما تعرفوا؟ احنا مش نعرفوا. لا، وانا شخصيا نقول لك انت عارف قداش صارت اونكيت باش نعرفوا قداش على عدد الاموال الارصده التونسيه قاعده بالخارج؟ ما دام عملتوا مشروع. كيف عملت المغرب المشروع هذا وقت الملوقات ودخلت منه قرابه 2000 مليار اورو. 2 مليار يورو، 2 مليار يورو، 2000 مليار معناها 2 مليار يورو بالدارجه، 2000 مليار يورو، 2000 مليار كذا دخلوا معناها في قضيه هذه ميسي دو شونج. احنا منافي هذا موضوع قادرين ندخلوا به اذا كان ثم ثقه، كما ثم الثقه طبعا المشروع هذا ما يمشيش. اهم حاجه في المشروع هذا هو الثقه، انه المستثمر اللي عنده التونسي اللي عنده فلوس برا يقول ندخلها من تونس. هو والسيد اللي قاعدين تو في بعض الجهات في الجنوب التونسي ولا في الغرب التونسي ولا في الشرق ولا في الشمال باش ما نقولوش في بلاصه معينه، الفلوس في المناطق الحدوديه موجوده. فهمتك على شو باش تحكي؟ باش تحكي على الكاش دوفيز اللي على الشارع؟ مش كان دوفيز، حتى فلوس تونسيه. تقول لك 10 مليار دينار يقولوا بعض الخبراء اللي هو فلوس تونسيه كاش خارج السياق البنكي. تو في البلاصه هذيك الفلوس يوزنوها بالمتر كوب،
الفلوس هذه بخطر حتى على الأمن القومي التونسي، لأنه أنت عندك فلوس سائلة عند مجموعة من الناس. تصور المجموعة من الناس هذوما، ما نحبش نقولها باش يجيش الفكرة هذه، يقرروا مثلا يجتمعوا يختاروا مثكابو لي موما سيدي عند مزميم، يولي هما عندهم سهولة كافية أقوى من أي جهاز في الدولة. وصار في بعض الدول اللي هي في أمريكا اللاتينية الحوايج هذه، لذلك هذا مش يمكن أيضا من مداخيل كبيرة. باه مداخيل كبيرة، أما مداخيل وهي نتيجة لمشروع سماها البعض مشروع تبييض أموال اكتسبت بطريقة غير شرعية. معطيك أمثلة، ودي تحكي على بعض المناطق الحدودية. أي. عملة صعبة في الشارع جات أغلبها منين جاية سي محسن؟ جاية من التهريب، جاية من تهريب حتى السلاح. أي. من تهريب الزطلة. أي. من تهريب الدروغ. واش تعملها من جاية من دونك؟ هذا تبييض غدوة باش تعطيه كونتون دو فيزي واللي قانوني. ما هو صلح، هو صلح صاير، هو صلح صاير ما بين أنستا خارج القانون موجودة وكل نهار قاعدة تقوى وتكسب كل نهار في التران قدامك، وتضييق مساحة الاقتصاد المنظم ويزيد هذاك. شنو تعمل؟ مش تعارك معهم بسلاح؟ الصلح تعمل الدولة بالطريقة هذه. أنا قريت صحافي باش نعاقبوا سي محسن، شنو العقاب؟ العقاب أنا مش ياخذ منه 5%؟ لا بالنسبة لهذا احنا تعديل عملنا هذا، انتم تخلوا هذا نعم نطلع النسبة أكثر ما يمكن. بالنسبة لحكاية الرصد البنكية في الخارج ما يجيش حاجة أخرى، يولي وقتها عندك الحق باش تقول أعطيتك فرصة أنا نتاع الصلح وما جتنيش. كيما الاخرين انت قاعد يحكي 6 شهور يلقى واش يقول، اذا كان ثم واحد خذ الفلوس ما جاش في المده هذيك وقال خذيت الفلوس، فانه يولي هو الصلح خارج بالصلح. اذا كان مثلا عنده 100 مليون علاش مش تجديد العقوبات كما جانيش؟ استنى الساعه، لا يخرج اصلا من الصلح، يخرج من العمليه واللي يمشي للعقوبات الاخرى. انت مثلا واحد عنده 100 مليون دينار يجي مثلا يصرح لك 50 مليون دينار، يصير الصلح 50 مليون، 50 مليون الاخرين مثلا صار الصلح عليهم، وهذو راهو اشد تقييدا من بعض الاشياء الموجوده في قانون هيئه الحكرامه والحقيقه، بحيث احنا هنا قدام صلح تعملوا كل نهار الديوانه، تعملوا كل نهار الجمارك، تعملوا كل نهار اسم الفيسك، تعملوا المره اللي فاتت انا قريت صحافي من يومين اللي هو في ما نعرفش انتم بجم تحكيوا هنا السيمي صحف وصحف نسميو الصحفيين والصحف والراديوات والمنشطين وكل زملائنا، نسال عله ما بالك نخرج نور الدين يقول بزنس نيوز، بزنس نيوز نور الدين مباركي زميلنا. اي نور الدين مباركي يقول لا ما حركش ما قلت كذا. معنى عندي تجي مثلا في بزنس نيوز قريت معناها مقال متميز، قال تو مثلا تيمو مجعفر نفسه ودخل في صلح مع الاداره خاطر ما رجعش الفلوس نتاع حكايه الانتخابات الرئاسيه في باش يعمل في صلح. هو مش وماشي في المظاهر نهار الاحد كي تري بيان، ما خلص الفلوس ومشى فاوض مع الدوله في صلح رغم اللي هو شيء غير قانوني. كل نهار تو كان يشوفوا القاعدين في السالة موقرين الصحفيين نسألوهم على وضعيتهم مع الصناديق الاجتماعية ووضعية الفيسك، هما نفسهم يمكن ياسر يحتاجوا الصلح. الحمد لله الفيسك مرة كل عامين يقول عفو جيباي، اش معناها هذاك؟ ما يمور غير قانونية. إذا نحن ندخلوه في علاش حبينا احنا في نقترحوا لو كان سميناه الصلح تبدلوا اسم المشروع، اسم مشروع هو القانون هو الكونكوردا سي كوكو مش سي با مي بيش ريكونسيلياسيون سي تان ريجيم دو كونكوردا، معناها قائم على الصلح بين الدولة وكذا. المسائل السياسية والقضايا اللي تخص الجرائم اللي هي جرائم انتهاكة حقوق الإنسان كما التعذيب والسجن وقضايا الاغتصاب والى اخره. ميدي شو ميدي شو شكرا على سماعكم، حتى ننتهي من قانون مش تبدل اسمه مش يولي قانون الصلح وتنمية المناطق الداخلية حسب المقترح نتاعكم، مقترح معقول ومنطقي. اليوم مفروض فما لقاء لرئيس الجمهورية مع عدد من رجال القانون النظر في إمكانية تعديل المشروع هذا، صحيح ولا اقتراح تعديلات؟ ما عنديش معلومات، لكن هذا ممكن جدا هو الرئيس يقابل في من إدارة تونس معناها في قابل هو عنده مدة مش كان من إدارة تونس وغير إدارة تونس، هو قال المفتاح التعديلات راهو مشروع قانون، لكن ما نجموش نقعدوا ما نعملوهش. لابد انه واحد في البلاد هذه يلزم معناها ان نكون عندنا الجرأة مش بعض الدوسيات المسكره هذه اللي قاعده عامله بلوكاج كامل ان تحل. الان رسالتي وندائي لكل من هو يعارض هذا المشروع انه يتقدم بتعديلات في وسط المشروع نفسه، حتى كان تغيير في المشروع برمته. سيقترح مشروع اخر تفضل. إيه معناها يعني قلنا شنو المشروع هذا الساعه اذا كان هو قادر انه يعطي مقترحات اكثر. شنو المبادئ؟ 4 مبادئ: رجع الفلوس للشعب اللي خذيتهم، ثانيا ادفع عليه مختية على خاطر هذيك عقوبة، المبدأ الثالث هو أنه معناها الفلوس هذه يتم استعمالها في المناطق المحرومة، المسألة الرابعة الإدارة اللي هي قاعدة
متسكرة من فعل ما صار فيها، معناها بعد تحكص النظام السلطة ويتعبن عليه يتم تحريرها من اللي صار فيه. هذا مبادئ الأساسية اللي هما موجودين في القانون. بون يفيد مو ثم معهم الجانب الأخرى يتعلق بالميسي دو شانج ولا بحكيت هذه الفلوس اللي هي خارج السياق البنكي. أربع خمسة مبادئ إذا نعم. كان ثم أفكار تفضل. لقاء آخر سياسي صار نهار السبت لرئيس الجمهورية مع مؤسسي ما سمي بمنتدى العائلة الدستورية داخل نيدا تونس جمعية دار الثعالبي هكا تسميت. ثم لقاء الخميسي زاد اللي هو مترأس على المنتدى هذايا مع محمد النصر. شنو رأيك في المولود الجديد هذا داخل الحزب ساعة؟ هو مش داخل الحزب، هو جمعية يظهر لي مقدمينها كمطلب جمعية خارج ال. هم يعتبروا روحهم طيار داخل الحزب؟ لا، هم مش كلهم ساعة داخل الحزب، ثم اثنين يظهر لي فيه موجودين داخل الحزب، الباقي كلهم مش موجودين داخل الحزب، لكن ما يجيش طيار يكون جمعية. هم ثلاثة؟ يعني سامي الخليفي اي معناها شنو معناها شنو تيار تيار شو اسمه تيار هذا من ثم تيار تساتر ثم لا تساتر موزعين على برشا واحد مش غاديك موجودين. معناها اعتقد انه هم عملوا جمعيه ومن حقهم يعملوا اي جمعيه. تبقى اذا كان يحبوا داخل الحزب تنظموا داخل تيار يعطيوها شنو التيار شنو ارضيته وشنو منهجيته. مرحبا بهم، الحزب مفتوح لكل التيارات، حزب جديد وعصري ومفتوح على كل التيارات. يبقى انا بالنسبه لي حاب ناكد على موضوع مهم جدا، انه اذا كان نحكيه ولا محاله ما حابش ندخلوا في شو اسمه الاختبارات الجينيه تاع الجدود والى اخره، ولكن راهو نيدا تونس اللي هو استمرار الحركه الوطنيه العصريه، جده هو المجاهد الحبيب بورقيب والزعيم الحبيب بورقيب، وراهو ما جاء قبل في الحركه القديمه اللي كان بورقيب الله يرحمه يسميهم ليزاركيو قال يسموه الغرانتا، هذوكم هما اللي المشروع الوطني العصري قام في صراع معهم مش في حوار معهم، لذلك ما نخلطوش المشي من بعض. لكن هذا ما يمنعش بالكل انه في نيدا تونس ثم الناس عندهم افكار والحمد لله الحزب هذا صار فيه تعدديه. اي طرح عليك الموضوع في لقاء مع الخماسي كان بينك وبينه منذ تقريبا اسبوع واكثر شويه، كنت تقابلته كنت تطرح الموضوع هذا نتاع تيار دستوري تراس الخماسي داخل الحزب. لا، التيارات الدستوريه معناها ساتر داخل الحزب ليس لهم واحد يترأس فيهم الى حد الان، وهم مش طالبين يظهر لي الموضوع هذا، وقاعدين يخدموا بطريقه مختلفه وموزعين على توجهات مختلفه كما يسمى باليسار وما يسمى بالنقابيين. لذلك ما ثماش واحد نجم نقول انه عمل تيار اسمه التيار الدستوري ولا التيار النقابي ولا التيار الكذا. الناس تجمعت، الناس موجودين في توجهات مختلفة ومش بالضرورة متفقين من بعضهم في برشا مجالات، أما تبقى سمعت أنه هما يحبوا يعملوا هذو هما حتى هي التجمع هذه الجمعية غير المؤتمر الجمعية هذية مي جمعية دستورية مثلا فيها جزء من الناس نعرفهم مش تساتر مثلا سي خالد شوكات مش دستوري ولكن موجود معه في الجمعية. لذلك هذا في إطار التقارب بين الإسلاميين. إيه دكور إذا كان إذا كان إذا هذا مش نزوج سميوه إنه تيار دستوري، معناه فيه ناس عمرهم ما كانوا معناه في حياتهم تساتر. قالت مستمع بكري استخلت لك سؤال هلا من فرنسا، قالت لك علاش كل مشكله في نيدا تونس نلقاو فيها نبيل القرو؟ هذا والله العظيم سؤال كان تساله هي مباشره ليه، يكون معنا كان اخذت اجابه تقول لي ما عندكش اجابه معصر معصر مرزوق. كيفاش تصوركم الحزب بعد المؤتمر؟ تصورنا الحزب اللي نسعاو ليه على الاقل هو ان الحزب يكون حزب منظم، حزب عنده هياكل مسيره بقوانين داخليه مضبوطه، حزب عنده هويه محدده، عنده برنامج متاع عمل استراتيجي من هنا لنهاية على الأقل خمس سنوات متاع فوزه الانتخابي، ورابعا قريب من الناس ويعمل في اتجاه الخدمات الاجتماعية على مستوى الجهة وعلى مستوى المحلي. هكي نتصور نيدا تونس بعد المؤتمر. أحمد خربوش سؤال من صفحتنا على فيسبوك. هما ثلاثة أسئلة. محمد العبيدي قال لك شبيهم المراكز الجهوية مسكرة، الواحد قد ما يجري لا فما اشتراكات لا اجتماعات ولا لفتة. بها بن عمار وقتاش ناويين تخلصوا كرام مقرات الحزب المش خلصين منذ أشهر؟ سؤال ثالث خليني بعد خليني بعد شوية نرجع جايين وخدم يعني ثم هالمواضيع هذه مطروحة على الأقل يأكد معناها كلام الكل ذاك اللي يقولوا فيه على نيدا تونس معناها جمع الأموال الطائلة وإلى آخره مش صحيح. ثم بعض المشاكل اللي قاعدين نحاول نحلوها وهذا يدخل في إطار عدد المؤتمر، لكن احنا تقدمنا على الاقل في برشا مجالات وفي برشا اماكن. انا نسالك محسن مرزوق، المقرات الجهويه تقريبا مفتوحه في كل الولايات، يبقى مش خالصين برشا مش خالصين طبعا لانه كان ثم فتره كبيره معناها تاع خمسة شهور هذيك بعد الانتخابات صارت معناها بعض التردد والفوضى، ولكن هذا اكد نيدا تونس يعاني في مشاكل ماليه. عندك اربع شهور من اللي شديت الامانه العامه تقريبا عندي شهرين الساعه اولا سميت من ماي بديت من 1 جويليه من ماي تم اعلان انه محسن مرزوق اصبح امينا عاما. ايوه لكن بقى وقتها يخدم على روحه في قصر رئاسه الجمهوريه مع السيد الرئيس. شو عملت في السنين هذو محسن مرزوق؟ برشا حوايج تعاملوا معناها برشا
مقرات جهوية تم التعامل معها، برشا قضايا كانت تغلق. لا مش بالغلق، ما تغلق حتى شيء، بالعكس حلينا برشا مقرات تم فتحها من الوقت هذاك. وهذا موضوع التمويل، موضوع يطرح الحزب كله، لأنه معناها عندكم مشكلة مالية؟ معناها إذا كان إذا المقرات مش مفتوحة إيش معناها؟ نداء تونس في ضيقة مالية؟ يعني نداء تونس كما كل أحزاب اللي هي تجتهد وخرج من الحملة الانتخابية، أكيد إنه معناها تو مش يلقى شوية صعوبة مالية. قداش فما فلوس في الكاسة سي محسن؟ والله ما سألتش اليوم أنا أمينة المال، تو المرة الجاية كي تقول لي مش ثاني سؤال هذايا، تو نسأل أمينة المال ونجي نقول لك. نرجع للسؤال الاخراني في علاقه بالامارات ذولي. سميح جلاسي قدك شنو باش تعملوا مع دوله الامارات اللي وقفت اعطاء الفيزا وعقود العمل مع تونس، وقتاش الباجي قايد سبسي باش يجاوب على دعوه الامارات؟ والله ما نعرفش ذولي، معناها عنده علم انه ثم دعوه الامارات، انا ما عبريش به الدعوه هذه لحد الان، ولكن العلاقات مع الامارات هو السيد وزير الخارجيه قاعد يتحدث في الموضوع هذا المده هذه، واعتقد انه ثم حوارات بينه وبينهم، وهذه فرصه باش نتوجه زاد بكل عبارات المواساه والتعازي الشعب الإماراتي بعد يعني الجنود اللي هما التقطوا في ميدان الشرف. وإحنا تونسي التوانسيين في الوقت هذا اللي هما زادة كانوا قراب منا في ظروف معينة، لازم نوريهم أن إحنا زادة حسوا بالفقدان هذا وإحنا معه. ما يتقال في علاقتنا بالإمارات اللي هو اقتصاديا صديق منذ عقود، معناها صديقة مع تونس، صديق الأمس حتى بالسيارات المصفحة. يتقال اليوم أنه قنوات الحوار شبه متعطلة، لأنه كان فما اتفاق قبل الانتخابات في إطار توجه إقليمي خليجي بإقصاء الإخوان من الحكم، وما يسميه في تونس حركة النهضة بإخوان تونس، هذا ما صارش. ثم قضية سما دبي وأنباء على إشعار الانتربول بإصدار برقية جلب دولية في محمد بن راشد المكتوم حاكم دبي، طرحها وزير العدل ثم تم التراجع عليها وفق ما ذكرته جريدة شروق اليوم. العلاقة مع الإمارات شنو حوالها؟ شبينا مع الإمارات؟ والله متصور أن الموضوع قاعد تو يتم تدارس، وأكيد ثم بعض النقاط العالقة ما بين البلدين، وأعتقد كلام هذا صحيح اللي تقال؟ لا، أنا هذا فيه تحليل والأخوان والأخيرين. تونس دولة ذات سيادة والإمارات دولة ذات سيادة، لا الإماراتيين طالبين تونس بدل السيادة متاعها، ولا التونسيين طالبين من الإماراتيين، ولا من القطريين ومن الخليجيين، ولا من أي دولة أخرى. ثم قضايا عالقة، دولة الإمارات دولة صديقة، دولة ما دخلتش في شؤون التونسي، دولة كان ديما مع تونس معناها في العقود وعقود، ثم علاقات كبيرة معناها بين الدولتين، وإحنا عندنا علاقات صداقة حقيقية مع دولة الإمارات. وأعتقد أنه إذا كان ثم الآن بعض القضايا يمكن أخوان الإماراتيين كما يقول الخليجيين الآن اللي زادوا ملاهي ينزل عندهم حرب في المنطقة ومشاركين في حرب ومنفسهم، يعني ثم حرب في اليمن وصارت تقتلهم قتلى وشهداء، يعني كل فول له في نواره. فما تغيير وزاري في الأفق؟ يجاوب عليه السيد رئيس الحكومة، هو مش يقيم كأحزاب. لا، احنا في حكاية كأحزاب طرحين الموضوع في علاقة بالحكومة بشكل مختلف، والحاجز تقييم العمل الحكومي، ويلزم السيد رئيس الحكومة نعطيه الفرصة انه هو عنده فريق معناها ويقول هو الفريق ونجح ولا ما نجحش. في تقديركم قيموش انتم وتقولوش نروح الحكومة هذه فيها على الأقل نسبة ما نجحتش. عملنا لجنة لتقييم العمل الحكومي تنهي عملها بعد ذولي 10 أيام، وقتها تنقول لك معناها بالضبط شنو التقييم. تقييم محسن مرزوق؟ ما يجيمش تقييم محسن مرزوق بل ما تقييم لجنة فيها معناها الناس من المكتب التنفيذي والمكتب السياسي. أنا قلت أنه مادام عملنا لجنة تقييم ننتظروا قرار متاعها ونشوف. خلنا نسأل سؤال، الحكومة ناجحة؟ أعتقد رأيك؟ الحكومة معناها قاعدة عاملة تحاول وتعمل في دورها. النتائج الآن يمكن على المستوى الاقتصادي ما هيش قاعدة مشجعة. سلبية لأن احنا في عام 2015 قاعدين نخلصوا في ثمن كل ما عملناه في 2011 و12 و13 و14 اللي احنا صرفنا الاحتياطي الاستراتيجي متاعنا، كل ما تصير مشكلة زيد أعطي أنت دب خلص أعمل إلى آخره. توصلنا معناها إلى الوضع اللي تقريبا بالأخر تقريبا ممكن، والآن إذا كان ما صارش إصلاحات وسريعة اللي تشجع الاستثمار فأنه من الصعب جدا نعمله الإقلاع في 2016. هناك من يدعو اليوم إلى إنقاذ، وهناك مبادرات إنقاذ. عنا ملي بدينا في 2011 هدف إنقاذ؟ لا، اليوم هناك مبادرات إنقاذ. الناس كل تحكي على مبادرات إنقاذ، نقرأ جرائد اليوم نلقى هناك مبادرات 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 مبادرات. الإنقاذ الوحيد الممكن هو أن نعمل إصلاحات
إصلاحات كبرى. إنقاذ سياسي. كي نسمع إنقاذ من رجل سياسي، كلام كلمة إنقاذ من عند رجل سياسي كله... تعني تغيير. ما خط المشكلة فينا إحنا. تشكيلة حكومية هذا هذا إشتعال. سمح لي تو إحنا حتى إحنا زاد عنا تو من 2011 وإحنا داخلين في منطقة كنا في حسينية الناس كل تام في لطوف لاجيلاسيون. لازم الناس تكون شوي إيجابيين الساعة وتحكي إنه راو ثم إمكانية للإقلاع الاقتصادي وثم إمكانية سياسية ثم الآن برلمان وثم نظام انتخابي ثم إصلاحات كبرى كانت تعمل الأمور تحسن في البلاد وأنا متأكد إذا كان استطاعنا نعملوهم قبل في نهاية 2015 الأمور 2016 إن شاء الله بشكون راح أحسن ما يرام. تاريخ المؤتمر مش تبدأوا في الانتخابات من ديسمبر، معناها نتصور أنه ديسمبر جانفير فيفري ماكسيمو يوفا يوفا المؤتمر يوفا. شكرا لك محسن مرزوق، بارك الله فيك لمين عميدة تونس، بارك الله فيك مواصلة طيبة. ونحب نأكد على فكرتك متاع جيبان الفقهاء والمختصين في القانون الدستوري باش يحكيوا على موضوع القانون. سيتون بونيدي شكرا جزيلا بارك الله فيك.